مرورا بيناير ودخولهم على الموقف بعد كده زي ما قلت لك في احداث مرور حتى هذه اللحظه والدعوات اللي بتلقوها استغلالا لموقف اقتصادي عصيب. ما بنقولش ان هو خالي من الاخطاء او ان هو ليس مؤلم على الناس، ولكن حاول تستغلال هذا الموقف لتحقيق مكسبهم السياسي. القفز على الحدث، يعني تكلمنا على القفز على الكيان السياسي، لكن فكره القفز على الحدث حضرتك شايفها ازاي؟ هقول لحضرتك على فلسفه الاخوان دايما في مثل هذه المواقف. انت تفضلت تحدثت عن الموضوع الاقتصادي ده. الاخوان كطبيعه تنظيم وتكوين تنظيم منذ حسن البنا، حسن البنا عملوا تنظيم هلامي كده في كل شيء، زي شركه، زي سوبر ماركت، تاخد من اللي انت عاوزه. حتى شوف النص يقول لك هو جماعه دعويه، شركه اقتصاديه، حقيقه صوفيه، مش عارف طريقه سنيه، كل حاجه. يعني انت عاوز اي حاجه عندنا هتلاقيها في الاخوان المسلمين، اي حاجه، اي فكره. المهم ان احنا نعمل تجميع للناس يبقى تحت القياده بتاعتنا. واحد دي فلسفه، عاوز المقاله بس عشان نطلعوا الصوره اللي حضرتك كنت بتشير اليها. دي من كتاب عاوز دي فقره من مذكرات الدعوه والدعايه اللي كتبها حسن البنا. مذكرات الدعوه والدعايه طبعا سنه كام دي؟ طبعه تقريبا 66 او 67 طبعه بيروت. وجميع الطبعات الحديثه اللي صدرت بعد كده بقى في السبعينات والثمانينات تم حذف هذه الفقره. اللي ده مؤتمر ربع جماعه الاخوان اللي بحضور جلاله الملك وقتها الملك فاروق، كاتبين بقى الملك المعظم ونجدد الولاء للملك المعظم. ده في الوقت اللي كان المصريين في التيارات الوفدية واليسارية بيموتوا حرفيا في الشوارع، سواء انتفاضة 35 أو انتفاضة 46، في الوقت اللي كان الإخوان بي 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 بيتشرفوا بحضور الملك لتجديد الولاء ليه. بعد كده اتحذفت الفقرة. جميع المذكرات يا سيدي، ما هم ليهم صور بالقمصان وطالعين قدام مصر عابدين بيحيوا الملك، ما دي حتى صور موجوده. بنتكلم عن الادبيات نفسها بقى. لو عمل يعني توثيق تاريخ الاخوان من كتابات مش هيقدر ينفي مش هيقدر ينفي هذه الحقائق مطلقا، لكن لكن توثيقهم من خلال تاريخهم هو نفسه بايد المؤسس. لما تشيله بايد المؤسس بعد كده اي حد يقول اي حاجه. كل صوره ليها تفسير، زي ولا كل حاجه ولا تمثيليه عملوها عشان يلبسوها يعني سنه بخصوص القفز على الكيانات. سنه 46 مثلا كانت في الناس فاكره ان اول مليونيه كانت في 2011. لا، اول مليونيه كانت سنه 46، كان اسمه ميدان الاسماعيليه، وخرجت الملايين حرفيا نزلوا الميدان، وكان من ضمن اللي موجودين طلبه جماعه الاخوان. تاني يوم تقريبا انسحب طلبه جماعه الاخوان من الميدان، ودي كانت هزه كبيره جدا للانتفاضه والثوره دي. وكان السبب اصل الطلبه اليساريين ولوا علينا امراه، كانت طالبه سورية ادهم، طالبه يشوعيه، فقالوا ازاي تجيبوا امراه؟ طبعا ما كانش ده السبب، كان السبب ان هو ضرب الحراك الثوري. ده نفس اللي حصل وبيحصل لحد هو حصل في 2008. طب معلش انا عاوز المقاطعه. يعني انا هكمل. دي القفز على الحد، القفز على الحد الفلسفه الاولى ان دي شركه سوبر ماركت كبير بحيث اجمع اعمل سياسه تجميع للشعب تحت قياده الجماعه. واحد. اثنين، الغايه تبرر الوسيله وجواز الكذب، لان انا في حاله حرب. هو بيكذب وعارف انه بيكذب، وهم عارفين انه بيكذبوا، وفي ناس كتير عارفه ان هم بيكذبوا بالمناسبه. يعني هو كل اللي بيقوله ده وفي إعلامهم ودعاياتهم وبياناتهم وكلامهم وصفحاتهم على السوشيال 99.9% منه كذب. وبس هم هنا بيجيزوا الكذب، يقول لك احنا في حالة حرب. طب حرب مع مين؟ انت في حرب مع مين؟ هو في عقيدته هو الباطنية انه حرب مع جاهلية وحرب مع ناس خارجين على الدين كفرة، انه بيكفر الدولة. واخد بالك؟ عشان نبقى فاهمين حقيقة الاخوان، زي ما قال الرئيس السادات في البرلمان، قال لهم دول حاكميين، دول شايفيننا كلنا حاكمية. مبدأ الحاكمية بتاع السادات دي 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 رقم اتنين. رقم ثلاثة، عنده حاجة بيسموها يقول لك مصلحة الدعوة، صنم الدعوة، صنم عنده ده، عامله زي الصنم كده بيعبده من دون الله. ان هو من اجل مصلحه الدعوه دي، عن مصلحه الجماعه، مفيش دعوه، هو الجماعه التنظيم، من اجل مصلحه التنظيم ومصلحه قياده التنظيم انه يعمل اي شيء حتى لو الحاجه دي لا تجوز في الشرع ولا في الدين، ومنها الكذب، بيعتبروا انه ده يجوز. فهو المبادئ الثلاثه دي بيتحرك منها العضو الاخواني، فبيصبح خائن ويصبح غدار. يعني دائما العضو التنظيمي داخل الإخوان المسلمين هو عضو دائما خائن وغدار، لأن هو بيعلموه كده من الصغر أنك أنت إيه، المجتمع ده كله العزلة الشعورية، ده مجتمع جاهلي.